بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن المنطقة التي قلبت فيها الروم. نرى في هذه الصورة أخفض منطقة في العالم، وهي المنطقة التي دارت فيها معركة بين الروم والفرس، وقلبت الروم. وقد تحدث القرآن عن هذه المنطقة وأخبرنا بأن المعركة قد وقعت في أدنى الأرض، أي أن في أخفض منطقة على وجه اليابسة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم ألف لام ميم: قلبت الروم في أدنى الأرض. هذه سورة الروم. وقد ثبت بالفعل أن منطقة البحر الميت وما حولها هي أدنى منطقة على اليابسة، أي 390 متر تحت سطح البحر. والسؤال: من الذي أخبر النبي الكريم هذه الحقيقة العلمية التي لم يكتشفها العلماء إلا في هذا العصر الحديث؟ والله أعلم.